السبت 6 نيسان أبريل، تحية لكل اللي بيتابعونا عبر يوتيوب السومرية مع بداية أسبوع جديد وحلقة جديدة وانطلاقة مشجعة وإيجابية، وطبعا بابتسامة ومرونة ودبلوماسية بنقدر نقطع كل الأوضاع الصعبة. ما لازم نستسلم للظروف شو ما كانت وضعها. أسبوع حلو مبارك عم نستعد فيه لنستقبل عيد الفطر السعيد، إن شاء الله ينعاد على الجميع بالخير والبركة وراحة البال، وإن شاء الله تحققوا كل أمنياتكم وتكون الأيام الجاية أفضل من كل النواحي. مشاهدينا برحب فيكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا، بكل تفاؤل وإيجابية رح ننطلق بحلقة جديدة من أسرار الفلك. يسعد أوقاتكم وإن شاء الله هالأسبوع الجديد يحمل معه الخير والتوفيق للجميع. أخبار جديدة، أحداث إيجابية كتيرة لمواليد الأبراج الـ12، وأكيد لكل يلي حابب يعرف أخبار ومعلومات فلكية شهرية أسبوعية أو يومية بتقدروا تشتركوا بالأسماس أو تتصلوا فينا على الأرقام الوردي بأسفل الفيديو. رجاء ما تنسوا تشتركوا بالقناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر تحت وضغطوا على الجرس كمان. بالإضافة عندنا خدمة جديدة للأبراج اليومية، إذا حابين تعرفوا برجكم اليومي أوتوماتيكياً ومجاناً تقدروا تنضموا لبوت الفلك مع جاكلين على فايبر. بالتوفيق يا رب شو ما كانت مشاريعكم. والبداية دايماً مع مولود الحمل، سؤالي لإلك عزيزي الحمل، بما أنه نحن على أبواب عيد الفطر السعيد، شو هي مشاريعك للعيد؟ هذا هو السؤال، وبتقدر كمان تترك لنا تعليقاتك بالفيديوهات. مهنياً الخبر الأبرز والأهم بهذا الأسبوع هو الكسوف الكلي يلي بيحصل ببرجك يلي بيعتبر الأشد قوة بهالسنة، لكن الجو المسيطر هو ناري بامتياز بحيث بيتناغم كوكب عطارد الزهرة إلى جانب الشمس ببرجك حتى يوفروا لك أجواء مشرقة من المشاريع والازدهار والفرص الثمينة والاتصالات الناجحة. والبداية طبعا مع وصول القمر لبرج الحوت المواجه يومين صعبين شوي، لكن انت بالجو العام جيد جدا. هون عنا مربع فلكي مع الشمس من برجك بتخف مناعتك وبتضعف حيويتك وبيصير عندك نوع من تباطؤ، نوع من زهق، كسل، خمول، تراجع بالمعنويات. بدك تطول بالك وتعمل حساباتك كتير منيح وتكون حذر وما تجازف وما تغامر. ايام منا ظابطه كتير، ثقيله معقده، لكن من جديد مثل ما قلت لك معنويات كتيره وحظوظ الى جانبك. تتحسن الاجواء مع تاثير جيد للقمر الجديد يلي بيتزامن مع كسوف كلي للشمس ببرجك، وبيكونوا يومين واعدين جدا بتشهد حياتك فيهم انقلاب جيد سعيد بهالايام المشرقه والواعده يلي بتشير لتطور سريع بيحصل بحياتك المهنيه والشخصيه، وبيعطيك جو مهم خاصه للطالب دراسيا رح يكون عنده تركيز اكثر وعلامات رح يحصل عليها بطريقه جيده. يعني باختصار ازدهار كبير ومناسب وايجابي بحياتك على كافه المستويات. تتابع الحظوظ الإيجابية الأربعاء والخميس مع وصول القمر للبيت الثاني للثور، للبيت المال، بيت البيع والشراء، بخليك تناقش مسائل مالية بتتعلق ببعض المصاريف أو بعض المستحقات المؤجلة. يعني أنت إنسان ريادي قيادي بغض النظر عن عمرك أو مسيرتك المهنية. بنختم الأسبوع مع وصول القمر للجوزاء نهار الجمعة، ما يعني أنه عندك عم تواكب أحداثك بطريقة جيدة وبتساهم بتطوير أعمالك وبتخليك أكثر قدرة على تصحيح الأوضاع العالية. عاطفيا من أجمل ما يكون بتحلم بتغيير بحياتك أو بحابب أنك تتخطى بعض التقاليد تحت التأثيرات الإيجابية لكوكب الزهرة يلي بيوصل لبرجك هالأسبوع. بيتحدث عن لقاءات خاصة، غرام، عواطف حارة، انسجام، وممكن تتلقى دعوات كتيرة بتعجبك، عروض مميزة يلي بتتحدث عن تجاوب معك. أما العازب رح يشعر بالثقة المتبادلة وبيأدي دور الحبيب مهم إيجابي بحياتك بإيجاد المخارج والحلول حتى وصلوا للاستقرار والارتباط الجدي، خطوبة أو زواج. مولود الثور، سؤالي عزيزي الثور، بما أنك إنسان حنون، شو هو الشيء يلي عملته فرحت فيه قلب طفل أو عجوز أثناء الشهر المبارك شهر رمضان الكريم؟ أما مهنياً عنا تأثيرات متقلبة بدك تتحملها شوي بهالأسبوع يلي بيحمل ظروف بتدعيك للانتباه، للدبلوماسية، لطولة البال، دبلوماسية مطلقة. يعني بدك تتعامل مع الظروف بهدوء ورواء وحكمة بحيث أنك عم بتغير باتجاهاتك تحت تأثيرات الطوالع الفلكية يلي ما بتصب بمصلحتك، بتدفعك لاعتماد أسلوب جديد بشغلك لأنه الأجواء منا مشجعة مع تواجد الكواكب بمعاكسة برجك من الحمل. يعني
عن عطارد الشمس والزهرة، الزهرة هو كوكبك الحاكم بمكان غير مناسب، يعني بخلي البعض يحاولوا انه يحبطوك او بشكل بينزلوا من قيمتك، يعني بدك تكون حريص اكثر، انتبه من الحوادث، انتبه من التهور والمسؤوليات والامتحانات. كمان رح تحتاج للتخطيط السليم والحسابات الهادية، من بعدها بتشعر بالرضا والارتياح مع وصول القمر لبرج الحوت يومي السبت والأحد، يومين كتير حلوين بقدموا لك بداية أسبوع جيدة فيها تأييد، فيها تفهم، فيها استيعاب لكل اللي عم يحصل لك، في طاقة بتساعدك وبتخدم مصالحك حتى تتقدم وتقضي فترة مهمة واعدة ممتازة وناجحة، وبتلفت الأنظار لشخصيتك كفاءتك وقدراتك المهنية والإدارية. من جديد بتتراجع المعنويات، بتتعكر المزاج، وتحذير جدي جدا جدا مع وصول القمر الجديد يلي بترافق مع كسوف كلي للشمس بمعاكسة برجك، بتدخل بمرحلة خمور ركود، بتكون الحل الأضعف عزيزي الثور بهالمرحلة يلي فيها تأمل روتين، ما تتوقع أنك تحصل على اللي بتريده، أيام بتخيب أمالك ما في شيء نتيجة، انتبه من المشاكل وحاول أنك تبتعد عن المشاكسات والمواجهات. بتتبدل الظروف لصالحك مع دخول القمر لبرجك الأربعاء والخميس، يومين حلوين بتكلل جهودك، بتنتصر، حضر حالك لانقلاب للمعطيات لصالحك، وفي عنا انفراج، تفاهم، مفاجآت حلوة. بتتابع الأحداث المهمة لحظة انتقال القمر لبرج الجوزاء للبيت الثاني بيت المال، بتعيد حساباتك وبترجع توازن بين مدخولك ومصاريفك. عاطفيا بدك تنتبه، رح تتعقد الأوضاع العاطفية وممكن يطرأ سوء تفاهم وشكوك وتردد وإرباك بينك وبين الشريك مع انتقال الزهرة لمعاكسة برجك للحمل يلي بخليك ترفض أي اعتراض أو مواجهة وتبتعد شوي عن الاهتمام بمتطلبات العيلة والأولاد. أما العازب إذا كنت غير راضي عن الحبيب بهالمرحلة عن تصرفاته، عليك إنك تخبره بأسلوب هادي وودود، هالأمر بخفف من التسرع والمزاجية، والتعامل بموضوعية مع الأحداث، حاول أنك تبادر للمصالحة للتسامح لاستعادة موقعك بقلبه. مولود الجوزاء، ينعاد عليك عزيزي مولود الجوزاء، شو هي أمنيتك بالعيد؟ فيك تشاركنا بالتعليقات. مهنيا بتطلع على أسبوع مشرق بحامل أرباح مالية مع تواجد الكواكب مجتمعة ببرج الحمل الصديق شمس عطارد وبينضم لألون الزهرة، ما يعني عندك أسبوع مهم بيعطيك أفضل الحظوظ والتأثيرات وبيحمل لك نجاح وإشراق، لكن البداية شوي صعبة، فيها جمود، فيها تراجع السبت والأحد تحت تأثير القمر من برج الحوت بنقطة ضعيفة ومحرجة بتولد مناخ فلكي مضطرب، مشان هيك ما تكون متسرع وكون حذر بشغل بمواعيدك، وحاول انك تكون واضح اكثر ودقيق جدا، حضر لاعمالك على الاصول، التقصير ممنوع. من جديد بتشتد الحماسه على الصعيد المهني والشخصي يومي الاثنين والثلاثه مع انتقال القمر الجديد يلي بيتزامن مع كسوف كلي، ما بيأثر عليك لا من قريب ولا من بعيد، الطوالع الفلكية جيدة جدا بحالفك الحظ، وبتقدر تصادف ظروف جيدة وإيجابية وبتخليك تباشر بفترة من التفاؤل والسعي نحو الأفضل، في تأثيرات بتغمرك بجاذبية بمعنويات مهمة وبتخليك توثق بقدراتك بشكل فعال، رح تبين كل مواهبك وتشرق بسحر مميز، لكن بدك تنتبه شوي من الفترة الأضعف والأصعب فلكيا. انتقال القمر للثور يومي الأربعاء والخميس بخلوك تدخل بمرحلة هدوء ركود، مطلوب منك عدم المغامرات، عدم التهور، انتبه من المحتالين وتأكد من حجوزاتك وضاعف مجهودك الأكاديمي والدراسي، فترة ضعيفة على كافة المستويات ما تجازف فيها. من جديد تتحسن الظروف 100% لصالحك مع وصول القمر لبرجك نهار الجمعة، وبتشعر انه الكون عم بيتناغم معك وانه الاخبار المشوقة والحظوظ المفاجئة رح تكون من نصيبك، هالامر بخليك تتحمس وتصير نشيط اكثر وتتقدم بخطى ثابتة وتترك افضل انطباعات، انت بتستحق كل التقدير. عاطفيا كتير حلو، بيتبدل المشهد العاطفي مع انتقال الزهرة لبرج الحمل الصديق، وبخليك تشعر بالسعادة والاطمئنان والارتياح، وبتعيش أجواء حلوة برفقة الأصدقاء وأفراد العيلة، وبتعرف كمان لحظات من التناغم فريدة وبتكون أكثر التصاقا بالأجواء العائلية، وبتلاقي الأمان بالقرب من الأهل والمقربين. أما العازب ممكن يسمع بحب أو اعتراف بحب يعني أو زواج، ممكن يطلب منك الشريك أو الحبيب بتسمعها لأول مرة، إن شاء الله خير مثل ما بنقول.
مولود السرطان ما بدي سبب لك الأحباط عزيز السرطان، بالرغم من وجود كل هالكواكب بمواقع معاكسة، عنا الشمس، عنا عطارد، الزهرة بمربع مع برجك من الحمل، يعني هيدا المشهد الفلكي بعكسك تماما وبيأثر عليك بشكل مباشر، بيسبب لك ببعض الإشكالات، الطاقة الجارفة، مشاكل، حوادث، لكن البداية رح تكون كتير حلوة واستفيد منها. دايما بقول الوقت اللي بيكون عنا يومين حلوين لازم نستفيد منهم، نتعاون معهم، خاصة السبت والأحد تحت تأثير الأمر ببرج الحوت الصديق يلي بيحمل معه أجمل التأثيرات، وبتكون انطلاقة سهلة لهالأسبوع. حاول إنك تعقد فيه تحالفات وصداقات جديدة حتى تحصل على جوائز وتقدير، إذا كنت معني بقضية عامة أو كنت مشارك بمشروع ما، ممكن تصادف الدعم المطلوب، وممكن يلعب الشركاء دور إيجابي بتلميع صورتك أو دعمك معنويا وماليا عند الضرورة. لكن مع وصول القمر الجديد لبرج الحمل يومي الاثنين والثلاثة ليشكل كسوف كلي ببرج الحمل أيضا يلي بيواجهك، يعني بالبيت العاشر، بيت المسائل الشخصية والعائلية، بتلاقي حالك تحت الضغوط والظروف المعقدة بدروسك، بحياتك، محاضراتك، بشغلك. مشان هيك حاول انك تتعامل مع الآخرين بطريقة هادية حتى تنجح. من جديد بتصير عندك ظروف جيدة جدا مع وصول القمر لبرج الثور الأربعاء والخميس، بخليك تحصل على نتيجة حسم أو جواب نهائي لصالحك. بتشعر بالتحرر والانطلاق لموقع أفضل وأعلى، بحيث بتحيطك التأثيرات الحلوة والحظوظ الدسمة بعناصر إيجابية لازدهارك. لكن بدك تستدرك بعض الأخطاء أو سوء التفاهم نهار الجمعة لحظة دخول القمر لمواجهة برجك من الجوزاء، بسبب لك بشوية متاعب ومشاكسات. يعني أسبوع بدك تنتبه له شوي، لأنه الكسوف الكلي رح يكون بشكل مباشر مؤثر عليك. عاطفيا كمان بدك تنتبه، ممكن تعيش ارباك، بتتراجع حياتك بين السلبية والإيجابية تحت تأثير كوكب الزهرة يلي بيدخل لبرج الحمل، يلي بيكون عم بيعمل لك معاكسات ومواجهات بتخليك تصطدم مع الشريك وتشك ببعض التصرفات، ومن الممكن انك تعمل خناقة انت وياه بالوسط العائلي، ممكن كمان يحصل سوء تفاهم. اما العازب رح يأسف لظروف عاطفية ما بتناسبه وبتسبب له شوية قلق مع الحبيب، وممكن تصير غضبك اكتر. حاول انك ما تبحث عن المستحيل فهم الأوضاع، وحاول أنك ترتب الأجواء حتى تقطع هالغيمة بسلام. نوصل عزيزنا مولود الأسد يلي بيكون عم ينطلق بكل ارتياح لأفاق جديدة، بيحصل على نجاح جديد، مغامرات استثنائية، تطرق لمشاريع جديدة، مدعوم من الكواكب المجتمع ببرج الحمل، الشمس، الزهرة وعطارد يلي بيزودوك ببلاغة، طلاقة بالكلام والحديث والخطابة حتى، وحسن التدبير يلي بتخليك تبرع بمفاوضات بناءة جدا لحتى تبلغ أهدافك. البداية وجود القمر ببرج الحوت يومي السبت والأحد بيقدموا لك مساعدات وبيشجعوك على التحرك نحو التسوية والمصالحة، فترة مناسبة جدا، فترة مهمة بتكثر فيها الأحداث والتطورات والمفاجآت السعيدة. بتتابع التأثيرات الحلوة، بتدخل بالمرحلة الأفضل مع انتقال القمر الجديد لبرج الحمل يلي بيتزامن مع كسوف كلي يومي الاثنين والثلاثة، ويومين حلوين بشكل نقطة تحول بحياتك، بيقدموا لك فرص مهمة مهنيا وعلاقات مزدهرة وتعديلات وتغييرات بمجالك المهني والمالي وانفراجات كبيرة وتقدير ونجاح، ورح تعيش لحظات حلوة حتى الطالب عنده حصول على اشياء كتير حلوة. حاول عزيزي الاسد انك تستغل هالعوامل المساعدة حتى تقتحم الساحات وتهتم بقضية مالية او بممتلكات او ارث. من جديد بتدخل بالتحديات والعواصف الفلكية والأمور المتأزمة، وصول القمر للثور ما بيناسبك أبدا يومي الأربعاء والخميس، بيسبب لك شوية تراجع، بتراوح بمكانك، تصار بعض المواضيع الطارئة بشغلك، بتسبب لك بعض التوتر، كمان ممكن تواجه بعض المعترضين أو ترفع صوتك مهددا أو مطالبا بحق معين، لكن عليك أنك تتقبل الأمور السيئة وتحاول أنك تعالجها وما تاخد أي قرار تحت الضغط، تكون متحفظ وما ترفع صوتك. ممنوع التحديات، حاول انك تخفف من التوتر. بتختم الاسبوع بطريقة افضل نهار الجمعة مع اتفاق واعد بتوسيع الافاق والتوقيع على عقود طالما حلمت فيها مع وصول القمر لبرج الجوزاء. عاطفيا
100% لصالحك. أجواء عاطفية شخصية مميزة، دخول زهرة للحمل بيسبب لك أو بيقدم لك قواسم مشتركة بتخلي العلاقة تصير نحو مسار صحيح، وبيوقف شريك لجانبك بيلعب دور بناء بإزدهار أعمالك أو توسيع علاقاتك. كمان بيبتسم لك هالتأثيرات الرومانسية لكوكب الزهرة وبتعطيك أمور جيدة جدا. أما العازب رح يعيش أسبوع حيوي غني بالعواطف المهمة والعميقة والرائية، ورح يفرح تعاطف الحبيب مع أفكاره بقوي مشاعره وبتشتد حرارة وحماسة. ألف مبروك عزيزي الأسد. مولود العذراء بيحمل لك هالأسبوع أخبار سارة جدا، بيتحدث عن حماسة كبيرة، رغبة بتطوير أعمالك، خوض تجارب جديدة بتتجدد خلال أمالك وحظوظك، وبتعتبر أنت بالحقبة الجديدة والأفضل على الصعيد المهني. رغم بعض الصعوبات القرار رح يكون قرارك، مطلوب منك انك تفكر بعمق وتتكل على ذاتك، خاصة السبت والأحد مع وجود القمر ببرج الحوت المعاكس اللي بيسبب لك بشوية تراجع، بيحمل معه طاقة ضعيفة هشة خيبة أمل، بخليك تواجه شوية قضية طارئة أو تحفظ على عرض معين أو اقتراح أو عرقلة على الصعيد المهني. حاول انك تتأقلم بسلام مع نوعية الوقت الصعبة، لكن رح تتغير كل هالاتجاهات، تتبدل الظروف نحو الأفضل لحظة وصول القمر الجديد طبعا لبرج الحمل، لينضم للشمس الزهرة وعطارد وبيتزامن ومع كسوف كلي هو الأشد هيدي السنة، يومي التنين والتلاتة، وبتتابع فيهم مسيرتك بثقة، بترتاح بتطمن بالك وبترجع المياه لمجارية، بتتحمس لبعض المشاريع الجديدة نشاطات أكبر، وبتكون فترة مهمة وغنية بالحظوظ والتسهيلات والفرص المناسبة حتى تبين قديش أنت إنسان كفوء وعندك خبرة. بيكون بانتظارك أفراح مالية وانفراجات مادية، معاملات أوراق أو صفقة ناجحة تجاريا. بتتابع الحظوظ مع وصول القمر لبرج الثور الترابي الصديق الأربعاء والخميس، ما يعني انقلاب بالأوضاع لصالحك، بتقدر تاخد نتيجة سعيدة بأشغالك، حتى الطالب عنده أمور جيدة ونجاح دراسي، إنسان جريء، كل الأبواب مفتوحة قدامك، وأكبر الحظوظ موجودة بهالفترة يلي بتحمل حيوية تشويق ودورة جديدة وقوة دفع بحياتك، بتعطيك نشاط وحماسة ورغبة كبيرة باقتحام كل المجالات والانتصار على كل المعوقات. لكن لازم تحدد أهدافك بدون تسويف أو تضييع للوقت وعدم التمرد على الأصول والقوانين مع وصول أمر للجوزاء نهار الجمعة يلي بيسبب لك بشوية انزعاج ومزاجية. عاطفيا بتسود الرومانسية وبيسيطر جو دافع على حياتك الشخصية والعائلية مع انتقال كوكب الزهرة لبرج الحمل الصديق يلي بيحمل لك هدايا عاطفية، بتقدر تفرح بالقرب من الأهل والأولاد والأحبة. أما العازب بيتمتع بشعبية مميزة إذا كنت عم تنتظر وقت مناسب لإظهار الثقة بالحبيب أو للوقوف لجانبه، ما رح تلاقي أفضل من هالفترة حتى تاخد موقف إيجابي جدا وتقرر الارتباط الرسمي، خطوبة أو زواج طبعا. ألف مبروك لعزيزنا مولود العذراء. مولود الميزان عنده بداية أسبوع ناشطة ناجحة، بتحمل له أجواء رائعة، بحاسب بيطمن باله وبتكتر المشاريع وبحقق نجاح بأعماله وأعماله الجديدة. كمان بتنفتح قدامك حظوظ دسمة خاصة السبت والأحد تحت تأثير القمر من برج الحوت، وبتكون نوعية الوقت والشغل والصحة ممتازة، معنويات مهمة، بتقدر تقوم بخطوات جديدة وحاسمة ومبادرات بتقدر تحسن فيها أوضاعك، وبتلغي كل شيء كان ما عم بيناسبك. في عندك فرصة مهمة مميزة لازم تلتقطها قبل فوات الأوان. كمان رح تتلقى عرض بيكون مغري وممكن تكون عم تاخده بفرح، لكن بدها تبدأ المعاكسات والتوترات والمزاجية مع وصول القمر الجديد لبرج الحمل التنين والتلاتة يلي بيتزامن مع كسوف كلي وهو الأشد والأقوى وبيأثر عليك بشكل مباشر. مشان هيك ما تستهتر بأي تعليمات، كن واعي، كن حريص أكثر على كل شيء عم بيصير حواليك من تداعيات انقلابات ببعض الأوضاع، ممكن حدا يستفيد ذاك، في الأشرار متلين الأرض، حدا بيحاول عرقلتك بطريقة غير شريفة. المهم أنك تتجنب الانفعال والأفخاخ وتتصرف بطريقة حكيمة وبدبلوماسية مطلقة، لكن رح ترجع تستعيد حماستك مع دخول الأمر لبرج الثور يومي الأربعاء والخميس، يومين حلوين، أجواء ناجحة مثمرة واعدة رح تكون بانتظارك حتى تنجز أعمال كبيرة في تفاهم وإعادة ترتيب وترميم للأمور يلي تهدمت. بتختم الأسبوع نهار الجمعة
الجمعة مع انتقال القمر للجوزاء. يوم حلو، نهاية أسبوع جيدة بتخليك تعزز موقعك وبتكون على موعد مع تصحيح الأمور وبتقوم بعمل جديد بثقة تامة بالنفس. عاطفيا بدك تنتبه ما تطلع لوراك، اترك كل شيء بيزعجك وراك، ويلي طبعا يلي كان عم بيخليك تعاني من وضع عاطفي متأزم تحت تأثير الزهرة من برج الحمل يلي ممكن تسبب بخضات عائلية واجتماعية وشخصية. ما تتردد بتلطيف الأجواء بحياتك العاطفية والعائلية، وانتبه من الفوضى والفتور والكلام المبهم يلي بيولد شوية انزعاجات والتباسات. أما العازب ممكن ترك المسؤولية الضغطة لإقفال باب قلبك شوي وترك المسائل الشخصية على جنب لأوقات مناسبة أكثر. مولود العقرب، سؤالي لإلك، شو هو أجمل شيء ضمن فترة الصيام المبارك، الصلاة أو الزكاة؟ مهنياً تكاد تكون الأوفر حظاً ببداية هيدا الأسبوع. المشهد الفلكي بيراعيك وبيقدم لك ظروف وتطورات مهمة، بتمشي أمورك على خط واضح وبتوظف كل مهاراتك ومعلوماتك بمجالات مثمرة. باختصار، تطلب تجد، تسعى لتحقق الأمنيات. البداية مع نهار السبت والأحد مع انتقال القمر لبرج الحوت المائي الصديق يلي بتعاطف معك، بيحتضنك، بيشجعك على أنك تشتغل بقوة حتى مع الأمور الصعبة. بتتسارع الأحداث وبتتلاحق وبتفرح لإنفراج وتسوية وبتحتفل بانتصار. مشان هيك كرر المحاولات حتى تعزز وضعك المهني بهالفترة الإيجابية والواعدة. حاول أنك تستفيد من نوعية الوقت الناجحة، كمان بينفتح لك فرص مهمة بمجالك المالي يوم الاثنين والثلاثة تحت تأثير القمر الجديد يلي بيترافق مع كسوف كلي، بخليك تفكر بسفر أو رحلة أو تخطط لمشروع دراسي ناجح أو انتقال لعمل جديد. لكن حاول أنك تنهي أعمالك على الوقت، ما تتأخر، وتتعامل مع الظروف بهدوء تام إذا أردت الأمان، لأنه وجود القمر ببرج الثور المواجه والمعاكس لبرجك الأربعاء والخميس بيسبب لك شوية توتر ضغوط. حاول أنك تضبط أعصابك وخفف مزاجيتك حتى ما تخسر حلفة. كن دقيق وابتعد عن المشاكل كليا، كن منفتح أكثر وما تسبح بعالم من الإرباك والالتباس والأوهام. مرق هالعاصفة بسلام بدون نتائج مخيبة، وابتعد أيضا عن الاستعراضات. لكن رح تختم الأسبوع على نغمة إيجابية ووعود بعلاقة ممتازة ولقاء ممكن يكون استثنائي نهار الجمعة مع وصول القمر للجوزاء الصديق. عاطفيا، انتقال الزهرة لبرج الحمل بيريح بالك، بيطمنك وبيحمل لك معه حب وانفتاح وافراح وعشق كبير ورومانسية اكبر. ممكن تشعر بسعادة كبيرة، وبشير كوكب الحب لفترة من الصداقات واللقاءات الاجتماعية. الزهرة يلي بتولد اجواء ايجابية بتساعدك على التعبير عن مشاعرك بصراحة وبتعيش انسجام مع الشريك. اما العازب رح يفرح بلقاءات متعددة، نظرات الاعجاب يلي بتنصب عليك، الجو العام بتحدث عن عشق وكلام حلو ودعوات متراكمة وسحر وجاذبية وانسجام. مولود القوس، عزيزي مولود القوس، ينعد عليك بالصحة والخير. سؤالي، شو طلبت من الله أثناء الصيام المبارك؟ كمان تعليقاتكم بأسفل الفيديو. مهنياً رح تطلع على أسبوع واعد بيحمل لك أمال كتيرة وأحلام مضاعفة. بتستفيد من نوعية الوقت وتأثيرات الكواكب يلي عم تتنقل ببرج الحمل الصديق يلي بيزودك بطاقة كبيرة للشغل، للإقدام بحماسة أكثر، وتلتقط الفرص بالوقت المناسب. في استثمارات كتيرة، أنت بطبعك متفائل وبتتمتع بسرعة خاطر وقوة مقنعة، رح تقدر تنجح بالحصول على الدعم والتحالف. البداية مع وجود القمر ببرج الحوت يومي السبت والأحد، في عندك غموض بتلف الأجواء، بتكتر فيها المتطلبات والأعطال المنزلية والهموم الصحية والعائلية. ممكن تمرق بتجربة مربكة وصعوبات، انتبه من القطيعة والمتاعب والفوضى والتأخير، وكون متأهب حتى تتدارك الأمور والأخطاء قبل ما تحصل وتجنب الارتجالية بالشغل. لكن رح تتبدل الظروف 100% لصالحك مع انتقال القمر الجديد لبرج الحمل يلي بترافق مع كسوف كلي يومي الاثنين والثلاثة، بخليك تقود مسيرة مهنية ناجحة. وهالأمر بخلي هالفترة احتفالية مريحة رومانسية رائعة جدا، بتحمل لك تقدم سعادة ونجاح بالمنافسات. ممكن تتولى مهمة
سياسية ممكن ربما بتطالب ببعض الحقوق تتبع الحظوظ مع وصول القمر لبرج الثور الأربعاء والخميس، يومين كمان حلوين القمر بالبيت السادس ببيت الصحة والشغل والبدايات الجديدة، بدايات مهنية بتحمل نتائج امتحانات أكاديمية ودراسية جيدة، أسلوب جديد، اهتمامات جديدة ومتنوعة. مشان هيك بشجعك على التحرك بجرأة لأنه حضورك لافت ولابد أنك تحقق بعض الإنجازات المهمة. لكن بالرغم من كل هالتأثيرات الجيدة والإيجابيات عليك أنك تكون حذر جدا نهار الجمعة مع انتقال القمر للجوزاء يلي بيحمل معه عدائية، مواجهة أو خطر. حاول أنك تنسحب شوي من الضوء وتكون متكتم حول بعض القرارات المهمة. عاطفيا 100% لصالحك وصول كوكب الزهرة لبرج الحمل، بدللك بشكل شيء جديد بحياتك، بخليك النجم بمحيطك وبيحمل لك معه وساطة، مصالحة، عزوبة باللقاءات، وبيضرب لك موعد مع الحب وممكن تعرف لقاء مهم جدا إذا كنت عازب، وممكن يحمل لك كوكب الحب لقاء بيكون مصيري للبعض أو سعادة بمعاودة لقاء شخص غيب عنك لفترة ماضية. يعني الرومانسية رح تزين أجواء هالأسبوع يلي بيوعدك بأخذ قرار حاسم بالخطوبة أو الزواج. ألف مبروك لمولود القوس. مولود الجدي بتحميك التأثيرات والطوالع الفلكية المهمة والدعمة من كوكب الحظ المشتري اللي بعده عم يتنقل ببرج الثور والكواكب مجتمعة ببرج الحوت الصديق، بخلوك تعيش أسبوع مميز جدا، بيتعاطف معك، بقدم لك انفراجات ومساعي جيدة وانفراجات عاطفية وشخصية، وبيحمل لك أمال كتيرة وأحلام أنت حابب انك تحققها. كمان بيساعدك القمر من الحوت يومي السبت والاحد حتى تتسارع الامور والاحداث وتنهي الامور العالقه. الطاقه اللي بتتمتع فيها بهالفتره هي طاقه سريعه، ذكيه، بناءه، منطقيه وموضوعيه، بتتلقى فيها تجاوب وايجابيات على طلباتك وبتنفتح قدامك ابواب كانت مسكره. لكن حاول انك تبتعد عن التوتر. الاثنين والثلاثه تحذير جدي للجدي مع انتقال القمر الجديد والكسوف الكلي اللي بشكل مباشر رح يكون بعقر دارك ببيتك، ببلش بيسبب لك بلبلة بهالأيام. حاول أنك تكون كتير منطقي بالتعامل مع الأمور، خاصة الأمور العاطفية والعائلية، لأنه هيدا الكسوف هو الأقوى والأشد بهيدي السنة، بيأثر عليك بشكل مباشر، بيسبب مفاجآت ومعاكسات، بتسبب لك زعل، بتطال حياتك الشخصية. حاول أنك تهتم أكثر بالأمور الأساسية وبمتطلبات العائلة والولاد، وتبتعد عن التهور وتحمي حالك ومكتسبك سبيتك. لكن رح تختفي هالتحديات مع وصول القمر للثور، ظروف جيده، وصول القمر يومي الاثنين ويومي الاربعاء والخميس بتقدر فيهم تراهن على الحظ، تستعيد حيويتك حتى تنطلق بطريقه كلها حماس ونشاط وفرح. يومين بيحملوا اخبار جيده، هدايا، مكافئات. بتتابع الحظوظ مع انتقال القمر للجوزاء يوم الجمعه، ما يعني انك عم بتوظف افكارك البراءه وبتميل ل الخلق والإبداع وبتتقدم بخطوات جبارة للأمام وممكن تحقق تقدم ملحوظ تقدر فيه توسع دائرة تحركاتك وتعوض الكثير الكثير من الوقت الضايع. عاطفيا كمان ما بيناسبك انتقال الزهرة لمعاكسة أوضاعك الشخصية من برج الحمل، ممكن تشعر بعدم الرضا وتعيش بعض الأوهام أو تبتعد عن الواقع بسبب بعض المستجدات، ما يجعل الأجواء العاطفية معقدة وفاشلة. منشان هيك حاول أنك تتحلى بالهدوء، ما تتسرع. أما العازب رح يعيش فترة ضغطة متقلبة، حاول انك ما توجه الاتهامات وما توزع الملاحظات على الحبيب، كون متعقل اكثر وتجنب الانجراف وراء انفعالاتك الغير مبرره، وحاول انك تتنازل شوي او تسامح حتى تمرق هالفتره بسلام. مولود الدلو رح تغيظ لك الطوالع الفلكيه والطيب خاطرك بهالاسبوع المهم جدا، وكانه شيء جديد عم يخلق بحياتك، بدايات جديده، ما يجعلك تتمتع باجواء مناسبه متنوعه ومثمره وواعده بانجازات كبيره. في ظروف قويه بتعزز موقعك وبتسمح لك انك تتقدم. كمان رح تتمتع بثقه بالنفس يومي السبت والاحد مع انتقال القمر لبرج الحوت بيت المال، وممكن تلمس تقدم وازدهار على الصعيد المادي. بتزداد في ارباحك وبتهتم بالامور الماليه والحسابات، وبتقدر تعمل جرده حسابات لبعض الامور العالقه. لكن حاول انك تخفف من مصاريفك شوي وتدقق اكثر بهالموضوع، نظم مصاريفك. بتابع الحظ مع انتقال القمر الجديد
والكسوف الكلي لبرج الحمل الاثنين والثلاثة يومين حلوين بتتحسن فيهم أوضاعك كمان وحظوظك أكثر، وبكون عندك سرعة بديها بتقدر تستعيد نشاطك وحماسك، وبتكون انطلاقة مهمة جدا جدا بتنجح فيها، بتتفوق، بتدخل بفترة زمنية مهمة بتساعدك حتى تنهي هالفترة الصعبة بطريقة فعالة وحماسية، بتتمتع بسرعة خاطر وبتستوعب وبتتقدم وبتكسر الروتين وبتسبق غيرك بالامتحانات والأسئلة الصعبة والمواقف المحرجة والمنافسات المهنية. لكن رح تخف هالتأثيرات الحلوة الأربعاء والخميس مع دخول القمر لبرج الثور، بخلوك تعيش ظروف صعبة مربكة ضاغطة، بتحمل لك بعض العرائيل والتأخير، وبيكون بانتظارك واجب معين أو مسألة صحية أو أكاديمية. بتحسن أوضاعك 100%، وبينفك عنك هالحصار نهار الجمعة مع وصول القمر للجوزاء يلي بيعطيك حظ، بتكون عطلة أسبوع جيدة جدا حاول أنك تستفيد منها. عاطفيا عم بتعيش تجربة جديدة من نوعها، وبتطل على روابط متينة بتخطي خطوة مباركة بحياتك الشخصية والعائلية، مدعوم من الزهرة يلي عم يدخل لبرج الحمل بهالأسبوع، وبتسجل فترة مميزة على صعيد العاطفي والعائلي، وممكن تقلب بعض المعايير والمقاييس. أما العازب قادر يمارس سحره ويحتفل بأوقات سعيدة بتقربه أكثر من الحبيب، مدعوم من كوكب الحب يلي بيحميك وبيحول حياتك لأكثر تشويقا وبيوعدك باللقاء مثمر. مولود الحوت، عزيزي مولود الحوت صاحب القلب الكبير، مع مين رح تحتفل بهيدي السنة بمناسبة عيد الفطر المبارك؟ مهنيا رح تكون بداية أسبوع حلوة، زاهرة بالمعطيات الإيجابية، الشمس عطارد والزهرة بالبيت الثاني بيتناغموا مع المريخ زحل ونبتون ببرجك، بالإضافة لوجود القمر يوم السبت والأحد ببرجك، يعني رح تحصل على اللي بتريده وشو ما بتطلب رح يكون بانتظارك. أجواء واعدة بتقدم، فترة سريعة نوعية وقت مهمة ولا أجمل، ممتازة بتضمن لك دعم من قبل بعض المسؤولين، وبتلاقي حلول للأمور الملائمة. 10/10 أيام ممتازة، بتتابع الأجواء المهمة مع انتقال القمر الجديد لينضم للكسوف الكلي ببرج الحمل، يعني يومي الاثنين والثلاثة يومين فيهم القمر بالجديد ببيت المال يلي بأمن لك أرباح معنوية ونفسية ومالية، مكافآت، هدايا، فترة بتكرمك وبتخليك فخور بإنجازاتك. رح تتنوع الاهتمامات ومعظمها مهني أكاديمي. بتتابع على التأثيرات الإيجابية مع انتقال القمر لبرج الثور يومي الأربعاء والخميس، وبتستفيد من بعض الفرص بحياتك العملية، بتكثر الحركة بحياتك المهنية من مقابلات، مؤتمرات، مفاوضات، اتصالات واسعة وصداقات ومشاريع مهمة ناجحة بمجالك المهني. ما تخاف من أي شيء، أنت إنسان قوي سباق، بتقدر تسبق الآخرين بحضورك الذهني والجسدي وفصاحتك وتواصلك المبدع والناجح مع الآخرين. من جديد ممكن تزعجك وتخيب أمالك التأثيرات مع انتقال أمر للجوزاء نهار الجمعة يلي بيطرح قدامك بعض التحديات، كون جاهز لأنه المسؤوليات بتوقع عليك بتقدم لك طاقة جارفة، مشان هيك ما تفرض أراءك بالقوة، حافظ على هدوءك وما تنجرف ورا الانفعالات. مطلوب منك أنك تتعامل مع الأمور بطريقة لبقى مرنة ودبلوماسية. عاطفيا بالرغم من انتقال الزهرة من برجك إلى برج الحمل الناري يعني للبيت الثاني، إلا أنك بعدك عم تنعم بأجواء واعدة بتأمن لك الفرح، السعادة والعطف والرعاية، أجواء مناسبة جدا للانفتاح على مختلف الآراء، بتقدر تلطف الأجواء وبتبين عن روح المحبة والتعاطف مع الشريك والأولاد. أما العازب بتحمل لك تأثيرات كوكب الزهرة، أوقات سعيدة مسلية ومشوقة، وبتقدر تعيش علاقة عاطفية مستقرة صافية وعميقة، وبتاخد قرار مصيري بيتعلق بمستقبلك، ارتباط رسمي، خطوبة أو زواج. ألف مبروك لمولود الحوت.